محمد رمضان حتى في عزا مصطفى فهمي عمل مشاكل وقلبان، والناس أول ما وصل اتلموا عليه. أوبا حسين فهمي مش عارف يتصرف إزاي أو يعمل إيه، فتعالوا معي أعرفكم إزاي حضور نمبر 1 عزا مصطفى فهمي كان هيتسبب في أزمة كبيرة، ومين من النجوم اللي راح عشان يعمل الواجب مع حسين فهمي ويقف كمان جنبه. تابعوا بقى معنا الفيديو ده وهتعرفوا كل حاجة من طقطة لسلام عليكم. واضح كده ان اسم محمد رمضان نمبر 1 بقى مرتبط بالمشاكل والازمات والخناقات في كل مكان يروحه، او حتى مع اي مناسبة، سواء كان الكلام ده في مهرجان او حفلة او حتى في فرح او عزاء. رمضان كان رايح يقدم واجب العزاء عادي جدا في رحيل الفنان مصطفى فهمي، وكان لابس بدلة سودة وقميص ابيض ونضارة شمس، حاجة كده تليب مناسبة زي دي. كان داخل وعلى وشه ملامح الوقار والسكوت، بس اللي حصل أول ما الناس على باب العزا شافته هم كمان والصحفيين، الدنيا اتقلبت حرفيا وبقت هيصة ولمة كبيرة عليه، وخناقة بقى على التصوير معاه، وكله طلع التليفون عشان يتابعه، وده اللي عمل هرج ومرج وزيطة كبيرة عند باب الصوان. الأزمة اللي حصلت بعد كده إن رمضان لما رفض يتصور مع الناس عشان طبعاً احترام واجب العزاء، بعض الأشخاص رموا عليه أزايز وهو بيركب العربية بتاعته، وكانوا عايزين كمان يمسكوا فيه. بس الشيء الكويس اللي عمله الفنان حسين فهمي إنه كان عامل تنظيم كويس جداً للعزاء، وجايب كمان مشرفين كتير يتصرفوا في دخول وخروج النجوم عشان ما يحصلش مشكلة كبيرة، وقدر فعلاً المشرفين على العزاء إنهم يدخلوا محمد رمضان قبل ما تحصل مشكلة معاه. العزا بتاع الفنان الكبير مصطفى فهمي كان فعلاً يليق باسم فنان بحجمه، وده لأن حضروا كل نجوم الوسط الفني تقريباً، الكبير قبل الصغير، ومحدش اتأخر عن حسين فهمي في أي شيء. وجات كمان شخصيات عامة كبيرة في مصر زي جمال مبارك وعلاء مبارك، أولاد الرئيس الراحل حسني مبارك. أما بقى من نجوم الفن اللي حضروا عشان يقفوا مع حسين فهمي في العزا، فحدث ولا حرج جه الفنان أحمد عز والفنانة لقاء سويدان والراقصة الاستعراضية دينا، وكمان النجم الكبير محمد رياض، ومن جيل الشباب حضرت هنادي مهنا وكمان شريف رمزي ودنيا سمير غانم وأختها إيمي اللي كانت متضايقة قوي من الزحمة ومش عارفة تاخد نفسها، ومن جيل فنانات الزمن الجميل فحضرت يسرى اللي كانت متأثرة قوي وخدت حسين فهمي في حضنها، ونبيل عبيد وميرفت أمين وكمان نادية الجندي. والجميل إن حتى عمر حسن يوسف جيب نفسه بعد ما خلص عزا والده الفنان حسن يوسف عشان يعمل الواجب ويقدم التعزية للفنان الكبير حسين فهمي بعد ما هو راح له امبارح وقدم العزا في والده ووقف جنبه رغم حالته النفسية الصعبة اللي بانت على ملامحه الحزينة. رحيل نجمين كبار ليهم قيمة فنية زي مصطفى فهمي وحسن يوسف أثبت إن الوسط الفني في مصر لسه بخير، وإن الفنانين بتحب بعض جواه وبيقفوا كمان مع بعض رغم المشاكل اللي بينهم، لدرجة إن محمود قابيل جه ونسي كل مشاكله مع حسين فهمي وقدم كمان واجب العزاء، وفي النهاية رحم الله الفنان الكبير مصطفى فهمي وأسكنه فسيح جناته.